السلام عليكم ورحمة الله متتبعين ديالي الأعزاء، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ مساء البهجة، مساء النشاط والفرحة للوليدات. يلا أنا جبت لكم المفاجأة، جبت ميكي وميني، أحسن ميكي وميني اللي كاينين في تطوان. اللي عنده أحسن منه يكتب لي في القناة. غزالين فنين، لأني صراحة عييت، كنت كنقلب عليهم باش نكريهم باش نشريهم هنايا في تطوان، ما جبرتهمش، وكنفتخروا بالإنتاج ديالنا محلي. هذا إنتاج محلي ديال المغرب، مصنوع في اكادير، في مدينه اكادير. خيطوا لي السيد في اكادير الله يجازيه بخير، ودابا انا شريتهم باش نفرح التلاميذ ديالي ويكونوا عندي دائما، يعني ديالي فوقاش ما بغيت نعمل النشاط. انا معروفه كنحماق على الانشطه وكيعجبني نشط الوليدات، فوقاش ما بغيتهم نديهم ونفرح بهم التلاميذ ديالي. وخلاص اللي بغاهم من عندي مرحبا، ان شاء الله باذن الله غادي نتعامل معاه كيف ما عجبو الحال، مرحبا. وعندي البسه واحده اخرى، راكم عارفين عندي البسه واحده اخرى، تدخلوا انستغرام ديالي تشوفوهم. عندي البسه ديال سلامه الطرقيه، البسه البهلوانات، البسه ديال الحكايات، بزاف ديال الالبسه. انا اصلا مولوعه، هذا هو المجال اللي كنحماق عليه، كيعجبني نلبس الوليدات، لان كنشوف الدراري كيفرحوا بزاف بزاف بهاد الالبسه وكيتفاجئوا بهم وكيدوزوا وقت ممتع وكياخذوا صور تذكاريه كتبقى لهم في الذكرى ديالهم. اذا كيف ما كتشوفوا غادي ننزل لكم فيديو ديال السيد اللي شريت من عنده، ها هو دار لي الفيديو، الله يجازيه بخير والله يوفقه حتى هو في العمل ديالو. او هاد المره مع احسن ميكي ومين، اللهم بارك. شوفوا معايا شي حاجه واعره الاخوان، هادي ميني ماوس مبارك، الصباط ديالها والبسه ديالها كامله مجموعه هنا. او هذا ميكي ماوس الابتسامه، اللهم بارك، حاجه واعره. وبالمناسبه هاد الطلب ان شاء الله غدا لمدينه تطوان او بالضبط عند الاستاذه حياه، اللهم بارك. اخترت هاد الجوج ديال لي ماسكوت، كيعجباتني شفت مع الدراري ديالها وكيف معروف عليها دخلت الصحه ديالها، اللهم بارك. لقيتها تبارك الله كتهلا في الدراري ديالها وكتنشطهم ديما وكدير لهم انشطه زوينين. ما عليا نقول لك استاذه غير بالتوفيق ليك، والله يسخر لك الامور ديالك استاذه.